صباح الخير. الساعه 10:30 في فيتنام، واول حاجه زي ما قلت لكم تجربوها في اي بلد القهوه. طيب بس القهوه في فيتنام هنا مش اي قهوه، القهوه في فيتنام هنا بالبيض. مش مصدقني؟ لا، القهوه بالبيض هنا. ليه القهوه بالبيض وطعمها حلو ولا وحش؟ هو ده اللي انا هجربه معاكم. كل السوشيال ميديا لما تدور على فيديوهات فيتنام ايه اشهر حاجه، يقول لك ايه كوفي ايه كوفي ايه كوفي. فازاي يا جماعه قهوه بالبيض؟ الكلام مش منطقي يعني. البيض حادق والقهوه مره وحاجه ما تركبش على بعض خالص. لما قرينا شويه لقينا ان هم في فتره من الفترات حصل عندهم ازمه في موضوع اللبن، وهم على طول بيشربوا القهوه بتاعتهم بلبن. فلما جم يبدلوا بقى اللبن عشان مش موجود، فاستعملوا صفار البيض وبقى يعملوه بالقهوه، وعشان يبقى طعمها مستساغ بقوا يزودوا عليه اللبن المكثف اللي هو اللي بيسموه الكوندنس ميلك مع صفار البيض، ويضربوه يضربوه وبعد كده يحطوه على القهوه فبقى بديل للبن. طب هو حلو هو وحش؟ انا لسه ما اعرفش، بس متحمس اجرب واجرب معاكم. بصوا منظره عامل ازاي. الطبقه اللي فوق دي طبقه الايه صفار البيض المضروبه باللبن المكثف، والطبقه اللي تحت دي اللي هي القهوه الاسبريسو. بصوا المنظر جامد ازاي، بس انا عايز اشوف بقى هل طعمه هيبقى حلو ولا لا. فانا هدوق الاول الخلطه اللي فوق دي لوحدها. مسكرة سنة، بس طعمها قريب من الكاستر قوي. طعمها تحسه عارف الكاستر، بس هو ايه اخف سنة من الكاستر. ينفع يتاكل بالمعلقة؟ اه يتاكل جدا، بس احنا جايين نجرب التجربة كلها بقى. نقلب الايه القهوة بالايه بالايه كوفي. طبعا اكيد بتقولوا مجنون بتاكل القهوة بالبيض ولا تشرب قهوة بالبيض، ما انت مش عارف اذا كنت باكل ولا بشرب. بس احنا هندوقها كلها لما تتقلب على بعضها كده ونشوف طعمها عامل ازاي. المكان هنا اسمه كافيه ترانج، من اشهر الاماكن في فيتنام في هانوي اللي بتعمل الاي كوفي دي. يعني لو دخلتوا وعملتوا سيرش هتلاقوا واخد ريتنج هايل جدا جدا في اي حاجه بتريت اكل عامه. طيب تعالوا ندوق. حلو قوي. انا اكلتها، تعال نجرب بقى نشربها. حلوه قوي 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 قوي. طعمها للي عارف في حلويات كده ايطاليه اسمها تيراميسو، طعمها قريب قوي من الحلويات دي، كانك اخدت قطمه من التيراميسو دي بس في كوبايه وشربتها. هايله، وفعلا طلع طعمها حلو جدا مع اني كنت خايف من الموضوع ده. يعني اللي جه او هيجي يا ريت يجربها ويقول لنا عجبته ولا لا. استنوني اليوم لسه بيقول يا هادي، اشوفكم المكان ايه انت قلت استنوني نونو. استنوني اليوم لسه بيبدأ ولسه في حاجات كتير هنجربها. يلا بينا على المكان اللي بعده.